في وقتنا الحالي الآباء والأمهات حليلكم والله، أدري تواجهون تحديات كبيرة في تربية أطفالكم في ظل التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة. أكيد، ومن أهم هذه التحديات هي والله ها؟ مينني مطلع لي قرون. الله يعينك. لا الحمد لله أنا عيالي مريحين، اللهم لك الحمد، والله يهديهم ويهدي عيالكم إن شاء الله. ومن أهم مشاهدينا الكرام هذه التحديات هي توفير بيئة صحية ومحفزة لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصيتهم، بالإضافة إلى مواجهة طبعاً التحديات النفسية والاجتماعية التي يمكن أن يواجهها الأطفال في مجتمعاتنا المتغيرة. المزيد في فقرة مجلس الدار. على وعسى، نفس ما يقولون على وعسى، نعم، أن يساعدنا ضيفنا في الاستديو اليوم الأستاذ أنس الحميري، وهو مستشار أكاديمي وتربوي في معرفة الطرق الحديثة لتربية هالجيل اللي الله يعيننا عليه يا رب. أستاذ أنس يا مرحبا بك. الله يرحبكم يا فضلة، مساكم الله بخير أستاذ بشاير، أستاذ علي، والسرور يا رب. أيضا في البداية كل الشكر لقناة الفجيرة الوطنية المتميزة على هذا الطرح الجميل وملامسة الأرض الواقع. الله يسلمك، واجبنا طال عمرك. أستاذ أنس، في البداية أعطينا طريقة حديثة نربيها العيال باختصار. يعني أعطينا طريقة ممكن يستخدمها الأهل، نكون بعد إحنا جيل الثمانين عاد ما في لا طريقة حديثة، فيها الخيزران وفيها الملاس. نعم. سبحان الله، ولا تقول ميسي لما يعقونه تلقطك الأم عدل بعد. نعم. بس الحين جيل اليوم مختلف عن جيل، وبالتالي نحن بحاجة لطريقة حديثة كأهل إحنا نتعامل معاهم ونربيهم في ظل الضغوطات الموجودة أصلاً علينا إحنا كأهل. صحيح. طبعاً أستاذة بشاير، هو الوضع ما أقول لك في عصا سحرية لتربية الأبناء. أكيد. لكن ضغوطات اللي يمر فيها الأهالي، الأب والأم، من ظروف عمل مدة طويلة، سفر لمسافات طويلة، ظروف التكنولوجيا اللي صارت حالياً جزء لا يتجزأ من حياة أسرة أي حد، فلا بد أن الأب والأم يواكبون التطور اللي صار في المجتمع. بمعنى أن الأبناء الآن فكرهم تغير، عندهم مصادر معرفة غير الأب والأم. سابقاً كان الأب والأم هم مصادر المعرفة الأسرية والمدرسة والمنطقة المجاورة اللي منطقة السكنية. فريج. نعم، الفريج كان فريج اجتماعي متكاتف، فكان التربية جزء من جزء التربية يكون من المجتمع. الآن التكنولوجيا الموجودة بانفتاح كبير جدا وثروة تكنولوجية كبيرة جدا، سببت أن ما في سيطرة من أولياء الأمور على عيالهم في موضوع المعرفة واكتساب المعرفة. فنقولكم صادقوا عيالكم، حاولوا تنزلون لمستواهم الفكري وتكونوا أقرباء لهم وأصدقاء لهم، لأن صعب أنكم تحرمونهم من التكنولوجيا. يتمادون والله يا أستاذ أنا. يعني إذا حرمتيهم من الجهاز اللوحي أو برنامج من برامج التواصل الاجتماعي سوف يجد طريقة أخرى للدخول لذلك. فنقول عطوهم هذه الأمور، ولكن بمتابعة، ليس كمتابعة يعني كاميرا فوق راسهم، لا، متابعة كصداقة، كعلاقة ودية بينكم. حاولوا أنكم تلعبون نفس الألعاب اللي يلعبونها العيال. يعني إذا أب ابنه يحب البرامج الألعاب الكرة القدم يلعب معه، ألعاب اللي هو القتال اللي هي عن طريق المواقع الإلكترونية يلعب معه، البنت حابة تدخل برامج تهتم في الموضة وغيرها، الأم تشاركها نفس الشغف. فهنا تكونون رقيبة على البنت أو رقيب على الولد في نفس البيئة اللي أنتم موجودين فيها، ونفس البيئة بالتالي اللي هم محتاجينها ويتطلعون لها. نعم. فهو أنت مستحيل أنك أنت عشان أنت من جيل الطيبين أن ترجع عيالك والله لهذاك الجيل. صعب. لحظة. لكن أنت اليوم في هالوقت الحالي أنت على قولتهم مجبراً أخاك لا بطل. ما مجبر أرضى على أنزل جيل الطيبين أول الأطفال. شيء ما أرضى. وتصدق لما قال أستاذ أنس الفريج كان جزء من رباطنا، أنت تذكر ألعابنا؟ هي بس اليوم ما نقدر. والتيال ما تقدر اليوم تجيب تيل حق القب. هي ما تروم تجيب قب الحين حق ولدك وتقول له تعال العب. ليش بيقول لك شو هذا؟ ليش لا؟ لا ما يستوي. تعرف انا شو اسوي مع ولدي؟ والله يا علي والله اجيب الكيرم، تذكرون الكيرم؟ اجيب الكيرم واجلس العب كيرم. خي عرف هالكيرم بس عشان الجائحه كنا محبوسين. لا منو قال لك؟ احنا دائما عندنا موضوع. الالعاب الجماعيه هو جزء من التربيه، حتى الالعاب التراثيه. الالعاب الجماعيه، الالعاب الجماعيه التراثيه، مثلا الكيرم كان يلعبوا فيها اربع، الحيه والدرج اثنين، الالعاب القديمه الجنجفه، هذه كلها لازم مجموعه. متى الطفل
تغير على الأسرة لما قام يلعب ألعاب فردية بينه وبين جهاز إلكتروني. شفت؟ ما في قرين له يتحدث معه، وهذا من أسباب التوحد عندنا وبعض المشاكل العزلة وتأخر النطق والكثير من الحالات النفسية. أن الطفل يتعامل مع جهاز إلكتروني جماد وليس بشر حالة حالة أو قرين. بس ما ننسى بعد أن التعامل مع الأجهزة اللوحية والتكنولوجيا المتطورة لأطفال اليوم هاي تعتبر محفز لهم ايضا بانهم احنا ما نقول لا بس نقول بمواقيت وكميه مقنن. في عيا في والله في اهالي علشان ياكل الولد اخذ اكل لا خمس دقائق اكيد ما زاد عن حده اكيد ينقلب ضده اكيد ما في نقاش في هالموضوع هذا. ولكن انا دائما اقول اني انا انزل لمستوى الطفل اكيد واصادقه واكون معاه في نفس الليفل. نعم. ما اطلع عنه انزل شوي تخاوي. اكيد اخاوي. طيب استاذ انس، هل يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي ان تؤثر على طريقه تربيه الاطفال؟ يعني اليوم انت هكون نزلت وكل شيء وهذا، لكن يوم يروح الولد مدرسه الايباد في يده، رقدت انت شل الايباد الوسائل التواصل الاجتماعي هذه ممكن تاثر على تربيتك وعلى جهودك في تربية هذا الولد؟ مثل ما تفضلت قبل قليل أن التكنولوجيا رفعت من مستوى الإدراك للأطفال. بالضبط. الآن الطفل عمره 10 سنوات، لو نرجع لمئة سنة للخلف يعتبر عالم بكمية المعرفة اللي عنده حاليا. بالضبط. لو جبت عالم في قبل 100 سنة نفس المستوى الفكري أو نفس المعرفي. بالنسبة للتواصل الاجتماعي أو البرامج التكنولوجية أو الأجهزة اللوحية هي مفيدة جدا، جزء من التطور والفكري للطفل. لكن أكيد. هناك عملية ضبط، بمعنى أنا بسألك كولي أمر يا أخوي علي، هل أنت يوم فتحت حساب لأحد البرامج التواصل الاجتماعي لابنك أو بنتك حطيت عمرهم الحقيقي؟ لا. شو تعرف شو خطورة ذلك؟ البرنامج سوف يقرأ أن صاحب الحساب عمره فوق 18، فيستتم يعرض له أمور مسموح لها دولياً يعرض له. لكن لما تحط ولدك عمره مواليد 2010 معناه كم عمره؟ 13. البرنامج يحجب عنا بعض الأمور اللي مفروض في هذا العمر لا تعرض عليه. سلاح ذو حدين. هذه نقطة. شفت الفكرة؟ هل أنت عندك المعلومة سابقا؟ لا. فلازم أضع عمرك عمر الطفل الصحيح. في بعض المواقع عندها لمت أقل من 10 سنوات ما يقبل، لأن البرنامج علميا لا يصلح لهذا الفكرة. صح. فذكرت الموضوع نعم، يدخل الطفل يتابع حسابات أكبر من عمره، يتابع ناس نقول عنهم قدوة لكنهم قدوة سلبيين. فعلا. ينشؤون الأطفال على قدوات سلبية، قدوات تافهة في المحتوى هدفها كسب المشاهدات. ما يهمه يتابع طفل، يتابع رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة أو امرأة صاحبة مبدأ. صحيح. ما في قيم، ما في معتقدات، ما في مبادئ، ما في عادات وتقاليد. أكيد. ما في تعاليم الدين من السمح اللي هو أساس دستورنا في دولة الإمارات. فإذا فقدنا هذا الجانب فننصح الآباء بمراقبة الحسابات، وفي برامج للضبط والربط، بمعنى ممكن تسمحون لي أذكر كلمة برامج اليوتيوب. في برنامج يوتيوب خاص للأطفال، يوتيوب كيدز، هذا مفروض يتم تفعيله في كل حسابات الأطفال. اثنين، في برامج تنزله في تلفونك وتشبك كل أجهزة البيت، بضغطة زر تختفي برامج الترفيه تبقى برامج التعليم. أنت الساعة 9 موعد نومهم، في ضغطة زر جميع البرامج الترفيهية والتواصل الاجتماعي في الوسائل اللوحية للأطفال تختفي، تبقى البرامج التعليمية المدرسية. الطالب الولد يسهر على برامج التعليمية. حتى في البلاي ستيشن أستاذ أنس، يعني مراقبة ولدي، عندي أبليكيشن أشوف مع منو يلعب منو يضيف، بدأت أونلاين. حتى كانت الانستغرام عندي، تيك توك مرفوض طبعا، السناب شات هم بعد عندي على التليفون الثاني. أنت تحاول قد ما تقدر أنك أنت، يعني أنا دائما أقول حق ولدي يعني بدري تغلط هالغلطة الحين. نعم. أنا معاك الحين بدري، لسه في وقت يعني أنك تستمتع في هذه الحياة. بالتالي إحنا في ضغط والأهالي في ضغوطات، وأنا أعلم تماما أن ضغط الأهالي في تأمين لقمة العيش والحياة الكريمة لأولادهم والمدارس والتدريس والرباط وغيره يؤثر على رباط عيالنا. بالتالي كيف ممكن أن إحنا نربيهم من غير ما يأثر على رباطهم؟ لأن اليوم شفت واحدة تصرخ يعني تمتشش في شعرها وهي حاملة بنته، آخر شيء تضرب بنته بعدين تحضنها تقولها أنا سوري. فهي مضغوطة في النهاية. شوفي، هي بعض النصائح نقول الذهبية بشكل سريع. إذا ابنك الآن أخطأ، أخر العقاب والحساب، أعطيه فترة للطفل أنه يقعد يراجع نفسه. سابقاً كنا نحن ما نراجع أنفسنا، نخطأ نتعاقب نفهم الغلط. الآن الطفل
علميا وحسب نظمات حمايه الطفل اعطي الطفل فرصه انه يراجع نفسه. هذه واحد. فبعد ما يراجع نفسه انت ابدي انزعاجك من موقف الولد وانعزل عن الولد ولا تكلمه. بعد فتره بيحاسب نفسه ويرجع يعتذر يعني لك. انا اسف يا ابوي، اسف يا امي، اسف يا اسرتي على خطاي. هذه اول ملاحظه. ثاني نقطه، موضوع انك انت تعلمه التجربه والخطا. نعم. بمعنى خليه يخطئ لكن تحت عينك، تحت عينك، خليه يخطئ تحت عينك ويتعلم من خطأ. في النهاية تبقى التربية شيء كثير كبير وعظيم، والأجر للأب والأم دائما موجود. فكل الشكر لوجودك معنا أستاذ أنس الحميري، مستشار أكاديمي وتربوي، يعطيك ألف عافية. نورتنا، وأكيد أتمنى كل الأهالي ربي يعطيهم العافية والقدرة على تربية أبناء هذا الجيل. نحن ندعو لكل أولياء الأمور بأن الله يوفقهم إن شاء الله في تربية أبنائهم تربية صالحة. شكرا. وأيضا نصيحة لكم، خلكم قريبين من عيالكم، لا تبتعدوا. بإذن الله. شكرا لك.